الطفل مناف يوسف كاد يفقد حياته بسبب صاعقة رعدية ضربت قرب الخيمة التي ينام فيها هنا في مخيم الأمل الواقع شرق مدينة الحوطة بمحافظة لحج. خرجنا من الخيمة نجري لإنقاذ الحرمة والطفلة، خرجنا الخيمة ثاني والأرض تتشقق وإحنا نشوفها بعين كامل، والأرض تتشقق الآن، إحنا خايفين لا تجي المطر أكثر ويروح ضحية أي واحد من الخيم ذا، وإحنا جالسين خايفين الآن. أكثر من 60 أسرة نازحة لم تكن في مأمن من تدفق السيول التي تسببت بها هطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية، ما حول مخيمهم إلى بركة مياه واسعة تسببت أيضا بغرق أغلب أمتعتهم، خصوصا بعد أن بلغ منسوب المياه كما يقولون نحو متر عن مستوى الأرض. والله المطر كان غزير، يعني لا فيه لا منهل ولا أي حاجة، ولو كان استمر المطر مثلا مرة ساعة أو ساعتين بنطمر يعني عيالنا من فوق السور، ما نقدرش نخرج أو نجازف بعيالنا من نجزع من وسط هذاك الشيء اللي كان موجود داخل الحوش. سبب لنا هذا كثير، زي ما يعني المعيشة، حقنا الملابس بنا المي، لا معك كيلو دك يروح في المي، لا معك دبزة راحت في المي، الملابس تتشتت، أصبحنا جالسين هنا مفقوعين العيانة ونشن نروح نشتغل. مسكينك نسوي اي حركه، جالسين بس نحرس بالعيال. تلقى مطر ويروحوا يغرقوا، لان الارض كلها رطبه. فاحنا جالسين لا شغل ولا عمل، منتبهين للحال ذا بس. القت الحرب بهؤلاء النازحين في هذا المخيم، لكنه ايضا لم يكن كافيا ليجنبهم متاعب الحياه وصدمات الطبيعه، خصوصا في ظل غياب الاهتمام الحكومي ودور المنظمات الانسانيه الذي ان حضر لا يرتقي الى مستوى مطالبهم، لتبقى حياتهم عرضه للمزيد من المخاطر في ظل تفاقم الاوضاع المعيشيه هنا في هذا المخيم. طبعا احنا في جمعيه الامل حاولنا نساعدهم بقدر المستطاع، وفرنا لهم سله غذائيه، دبغاز وشول، هذه تنقصهم. الآن الحطب خضار تعتبر، ما يقدر يصلح به شيء. تسببت الصاعقة الرعدية التي ضربت المخيم بإحداث هذه الفتحة، ورغم أنها أحدثت خوفا وهلعا لدى النازحين في المخيم خاصة الأطفال، إلا أنها وفرت لهم منفذا لخروج مياه الأمطار التي أغرقت المخيم. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.